بنروح إلى الفيديوهات، معنا 3 فيديوهات. الفيديو الأول لصوت المدرج الاتحادي الكبير الذي وضع بصمته لسنوات طويلة وتربت أجيال كثيرة على أهازيجه، على أهازيج المدرج، بل يعني أصبح يقلد سواء داخل المملكة أو خارجها في دول الخليج بطريقة الأهازيج اللي كان يبثها لمدرج الاتحاد صالح القرني في حفل تكريمه، وهذا الفيديو. السيدات والسادة، هذه لقطات لبرنامج هلا بالعرفج، وهي بمناسبة تكريم رابطة مشجعي نادي الاتحاد لعندليب الاتحاد في مدينة الطائف العندليب صالح القرني. يلا واحد اثنين خلاص، يعطيكم العافية. احنا ممكن ما في مشكلة، الجميع حيتصور يا جماعة، الجميع، لكن مو الآن، احنا حيكون والله أنا أشكر الأستاذ صالح القرني. طبعا هو طلع معنا في المشي، وزي ما قلت أصبح مدرسة غنائية. زمان كنا نستعين من مصر، بص شوف الإت بيعمل إيه، جاء الأستاذ صالح وأسس أغنية تتماشى مع اللحن السعودي، عسل عسل والإت وصل، إحنا نقول عسل عسل وصالح وصل. وشكرا لأبو دعاء الإعلامي القدير فريد مخلص اللي سجل لنا المقطع الخاص، وأيضا أحيي الأستاذ عدنان جستنية وعلي فقندش، والمفترض أكون معاهم لكن إن شاء الله الجايات أكثر بإذن الله تعالى.